الشكل الجديد من MGHS في موديل الأخير 2024. بشكل سريع نبدأ تقييم على السيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة جارة الحديثة وكلاء سيارات MG بالمملكة، نستعرض مع بعض MGHS في موديل الأخير 2024. بنتكلم بالتحديد عن فئة الفول كامل. طبعا سيارة MGHS تعتبر أصغر من MGRX8 من ناحية المواصفات والسعر أقل. طبعا سيارة كروس أوفر بمميزات جدا عالية بإمكانيات وأرقام جدا مميزة وأداء عالي. بشكل سريع أخذنا فرع عليها خارجية، خلونا نتكلم عن تصميمها الخارجي وبعض تجهيزاتها ومواصفاتها وإيش الإضافات الجديدة اللي موجودة عليها. طبعا مثل ما نلاحظ الواجهة الأمامية اختلفت عن الموديل السابق مثل ما نشوف بشكل كامل. عندنا كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية نأخذ منها 360 درجة. بالجزء السفلي طبعا مثل ما نلاحظ رادار أمامي، إضاءاتها فل LED راح نشغلها بعد شوي بالنسبة للعالي والواطي، وعندنا خاصية الليد النهاري مثل ما نشوف بالجزء الجانبي، فتحات للتهوية طبعا في الواجهة الأمامية سواء بالجزء العلوي أو الجزء السفلي مثل ما نشوف. طبعا هنا حماية للواجهة الأمامية بشكل جميل وملفت. عندنا كفرات أكيد مقاس 19 إنش، كاليبرات باللون الأحمر، الجنط جاي باللون الفضي واللون الرمادي، كاميرا جانبية، إشارات بالمرايات، المرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل، بالإضافة له خط من الكروم، عندنا سقف بانوراما وعوارض بالسقف. خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة موجودة على الأبواب الأمامية مع تطعيمات كروم بشكل بسيط. تيربو، عندنا جناح خلفي، زعنفة موجودة بالخلف مع حساسات خلفية، وعندنا بالجزء السفلي كاميرا خلفية أكيد موجود، ديفيوزر بالخلف على السيارة مثل ما نشوف ما شاء الله. فتحتين للعادم 300 نيوتن متر. طبعا دفع رباعي HS، بصمة HS، وعندنا شعار MG الجديد. إضاءات خلفية LED، وهذه أبرز المواصفات وأبرز التجهيزات اللي موجودة عليها كتصميم خارجي. لاحظ طبعا في الواجهة الأمامية أنظمة استشعار أكيد موجود عليها. الحين خلونا نتكلم عن المحرك القلب النابض لـ MGHS 2024. إذا جينا للمحرك أو القلب النابض في MGHS في موديل 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سيسي. طبعا طريقة فتح غطاء المحرك بالسحب. الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 231 حصان، والعزم نتكلم عن 360 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 6 سرعات دبل كلج. وهذا هو المحرك يا سادة يا كرام. لاحظ البطانة الداخلية تقلل من الصوت اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل، بالإضافة للسوائل والزيوت كلها واضحة. طبعا فيها نظام ABS ما شاء الله. سيارة مدعومة بشاحن توربيني أو المحرك مدعوم بشاحن توربين. عندنا خزان وقود على جهة السائق. استهلاك البنزين 13.0 لكل لتر بنزين، التقييم متوسط بنزين 95، دفع رباعي 2024، أوتوماتيك 2000 سي سي. سعة خزان وقود تقريبا 55 لتر. هذه هي الإمكانيات وأرقام MGHS. خلونا نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية. عندنا ما شاء الله تطريز باللون الأحمر، مراتب جلد، عندنا اللي هو النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، مساحة تخزين، سماعات بالجزء السفلي، مراتب تصميمها رياضي بشكل كامل مثل ما نلاحظ، فتحات تكييف بالخلف طبعا فيها منقب بالإضافة لمنفذ USB بالأسفل، عندنا هنا حاملة أكواب، وعندنا مساحة تخزين برضو كروم بشكل كامل. مسند الخلفي متحرك، بإمكانك تطوي المرتبة الخلفية بكل بساطة بهذه الطريقة وتطوي المرتبة. عندنا هذا الجزء مثل ما نشوف، الشنطة الخلفية تنفتح كهربائية أكيد، وهذه هي المساحة الخلفية
كتيب ام جي، اضاءة داخلية، ستارة تعطيك خصوصية وحماية من اشعة الشمس اذا حبيت تطويها او تشيلها بالكامل تكسب مساحة اكبر. طبعا مثل ما نلاحظ الشنطة الخلفية بضغط الزر وتتقفل معنا بالكامل، تضغطها المرة الواحدة وتنزل معك بس شوي وقت مثل ما نلاحظ 3.0 التورك، طبعا 360 نيوتن عندنا هنا من ناحية الراكب، تطريز باللون الأحمر مثل ما ذكرنا بشكل جميل وملفت. طبعا فيها النقطة العمياء، فيها خاصية تسخين للمراية الجانبية، عندنا برضو اللي هو مقعدة السائق والراكب الأمامي كله بحركة كهربائية، ما شاء الله الداخلية تحفة فنية. وهذه هي من هذه الناحية، مقابض داخلية كلها كروم، نقطة عمية، خروج عن مسار، تطعيمات بيانو بلاك بشكل كامل. خلونا الحين نجيها من ناحية السايق، وهذه السيارة بشكل كامل. عندنا هنا هذا الجزء مثل ما نلاحظ النوافذ كلها كهربائية، طي الملاذ الجانبية، القفل المركزي، تحكم بالمقاعد طبعا مثل ما نلاحظ، عندنا تحكم بالإنارة، هنا نثبت السرعة وهنا الإنارة، والدركسون طبعا بحركة يدوية، عندنا جير فون خلف الدركسون، الدركسون مكسوب الجلد مع تطريز باللون الأحمر. هنا عندنا شاشة ديجيتال، وعندنا شاشة وسطية مثل ما نلاحظ، هذا الزر اللي هنا، الأزرار اللي هنا خاصة بالتكييف والشاشات. هنا عندنا أوتو هولد والبريك الإلكتروني، نزول من المحاضرات، عندنا الدفع الرباعي، الكاميرات، فتح الشنطة الخلفية، الـ 360، هنا وضعية السبورت، تشغيل السيارة بالبصمة، كل هذه موجودة عليها. هنا التحكم بالدركسون بالأوامر وهنا الأوامر الصوتية، وهنا التحكم بالشاشة الوسطية، وهنا عندنا الميديا والرد على المكالمات. إضاءة داخلية بهذا الجزء، عندنا الشماسات فيها مرايات وفيها إنارة، طبعا ما فيها بيت للنظارة، وما شاء الله من ضمن الأشياء الجميلة اللي موجود عليها منقل هواء، نلاحظ بهذا الجزء منقل هواء. عندنا هنا بإمكانك ترفع تقدم أو ترجع بالكامل، من ضمن الأشياء الجميلة اللي موجودة على السيارة. فالسيارة مليئة بالتجهيزات ومليئة بالمواصفات والمزايا، سعرها ب 106,000 ريال بأعلى فئة. في النهاية نتكلم بالتحديد عن ضمان 5 سنوات أو 200,000 كيلو، أيهم أسبق؟ السيارة مثل ما ذكرنا إنها أصغر من MGHS، لكن مواصفاتها جدا عالية، خصوصا بمحرك 2000 سي سي بأرقام 360 نيوتن متر، أرقامها جدا عالية، أو الأداء فيها عالي، وسعرها 106,000 ريال. حبينا نغطيها لكم بشكل سريع، نشوف أهم المواصفات وأهم التجهيزات كمواصفات سلامة. طبعا السيارة حدث ولا حرج، من رادار وخروج عن مسار، تنبيه تصادم، كل هذه موجودة عليها، وبالإضافة له استشعارها الخاص بالطريق، فكل هذه المواصفات موجودة على هذه الفئة. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يشوفنا في السوشيال بالسوشيال ميديا، فتويتر وانستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف، فأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. في أمان الله.